حلب دير حافر 21/1/2013 أثار القصف المدفعي المجرم لعصابات الأسد على مدينة دير حافر. هذا منزل أحد المدنيين الذي طاله قصف المدفعي لعصابات الأسد. بيت يقطنه مدنيون وعائلات نازحة يناله نصيبه من إجرام الأسد وعصابته. الله أكبر والعزة لله. هذا ما يفعله جنود الأسد الذين يهدمون الوطن ولا يستحقون كلمة حماة الوطن، بل إنهم مجرمو البشرية. الله أكبر، دمار هائل يطال هذا البيت الذي يقطنه الكثير من العائلات المدنية وأغلبهم من العائلات النازحة، يهربون من مكان إلى مكان، لكنهم يفاجؤون بأن آلة القتل تلاحقهم أينما حلوا وأينما ذهبوا. نلاحظ الدمار. هل تشاهد أيها العالم ماذا يفعل كلاب الأسد؟ ولا لعنة الله عليك أيها الأسد، واللعنة على من يؤيدك ويقف معك. شاهد أثار هذا القصف. على مدينة دير حافر. نلاحظ الدمار. الله أكبر. والعزة لله. حلب دير حافر 21/1/2013 أثار القصف المجرم على مدينة دير حافر من قبل المدفعية الثقيلة الموجودة في مطار كويرس الحربي.